السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية، ورمضان مبارك سعيد. اليوم سنتكلم عن موضوع جد مهم، ألا وهو هل أن الملائكة تستغفر للصائمين أم لا؟ قبل أن أبدأ الفيديو، المرجو الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، و إذا كانت لديكم أي تعليقات فالمرجو طرحها. ما أحوجنا إلى مغفرة ربنا وطرق كافة الأبواب والسبل حتى يغفر الله لنا، وليس هناك فرصة أعظم من شهر رمضان حتى تتنزل الرحمات والمغفرة على عباد الله المخلصين. فالاستغفار في رمضان أرجى للقبول، بل جعل الله للصائمين في رمضان منحة وجائزة حتى يفطروا. فمن منح الصائمين في رمضان أن الملائكة الكرام تطلب من الله للصائمين ستر الذنوب ومحوها، كما في الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيام: وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. فالملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا، والملائكة عباد مكرمون عند الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم من أعظم خلق الله، خلقهم الله تعالى من نور، وهم بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها أصناف، فمنهم حمل العرش، ومنهم المقربون، ومنهم الموكلون بالنار، ومنهم الموكلون بالجنة، ومنهم سيدنا جبريل الموكل بالوحي، والملائكة من أنصح العباد للعباد، كما قال مطرف بن عبد الله: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله تعالى الملائكة، فهم جديرين بأن يستجيب الله دعاءهم واستغفارهم للصائمين. حيث أذن لهم سبحانه وتعالى به، وإنما أذن الله لهم بالاستغفار للصائمين من هذه الأمة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم من شأن عظيم ورفعه، وبيانا لفضيلة صومهم. والاستغفار هو طلب المغفرة، وهي ستر الذنوب في الدنيا والآخرة، والتجاوز عنهم، وهي من أعلى المطالب وأسمى الغايات. فكل بني آدم خطاؤون، مسرفون على أنفسهم، مضطرون إلى معرفة مغفرة الله عز وجل. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. والملائكة تستغفر كذلك للمؤمنين الذين جمعوا بين التوبة والاستقامة، فيدعون لهم بدخول الجنة ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يقول تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلمه فاغفر لنا، للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وبذلك يكون الصائم إذا اجتمع استغفاره لنفسه واستغفار الملائكة له، فإنه أرجي لقبول الله سبحانه وتعالى الدعاء والتوبة والاستغفار. هنا نكون قد انتهينا من
هذا الموضوع، يعني ألا وهو جد شيق ومهم. وعرفتم بأن فعلا الملائكة تستغفر للعباد الصالحين وللصائمين، فهنيئا لمن صام شهر رمضان، وإن شاء الله تمحو عن الجميع الذنوب والخطايا، ويكون عبادا طائعين لله عز وجل. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، إذا أعجبكم المر الضغط على زر اللايك لدعمنا، وإن شاء الله للمزيد من العطاء في مواضيع جد مهمة وشيقة للجميع. وإفطار متقبل.